أموال باهظة، يمكن هذاك اللي عنده بطاقة دراميد راك يقيسوا الرواح ولا ما نعرف شي حاجة كذا. وحتى الناس اللي كيحتاجوا الفلوس باهظة، يعني شي عملية كبيرة ولا شي حاجة، كيقولوا عندك رونديفو من حتى يموت. السلام عليكم، تحية للجميع. جوج مواضيع مهمين بزاف. الموضوع الأول هو أن إسرائيل عوالة دمر المغرب، عوالة دمر العالم بشكل عام، وللأسف الشديد كيمشيو مجموعة من المواطنين ضحية. والحالة ديال واحد المواطن مغربي كنا هضرنا عليه في واحد الحلقة أخرى، غادي نناقشوه في هذه الحلقة هذه. الموضوع الثاني يتعلق بوزير الصحة المغربي، الوزير أي الطالب. هذا وزير أي الطالب دار واحد التصريح، قال كسيدي 600 ألف مواطن مغربي ميسور، عنده الفلوس، عنده الفلوس، ها؟ ماشي ما عندوش، ماشي معوز، استفد من الرامد. مهم، نبداو بهذه عاد نفوتوا الاخرى، نفوتوا الصهاينه، نبداو بهذه. 600 ألف مواطن مغربي عنده الفلوس استفد من الرامد، شنو المعنى ديالها؟ على من كتبكي السي وزير الصحه؟ واش كتبكي علينا؟ حنا عندنا شي سلطه تنفيذيه؟ واش حنا عندنا شي قضاء؟ واش حنا عندنا شي موارد بشريه؟ واش عندنا حنا شعب؟ انت اللي وزير ديال الصحه، ماشي هادشي تقولوا للصحافه، وانما يتوجب عليك ان تفتح تحقيقا على الفور. دوك الفلوس اولا يتردوا، لان ملي كنهضروا على 600 الف مواطن ميسور استفد من الرميد، فهذا معناه ان دوك المواطنين كلفوا الخزينه ديال الدوله فلوس ولا اموال باهظه جدا. راه ملي كتسمع، ملي كتسمع 600 الف واحد اللي دار غير شي عمليه باطل بشي 2 مليون ولا 3 مليون وانت ضربها، وهذا شنو دار؟ هذا شنو دار؟ ومادام ان هذوك الناس، علاش كنقول لكم اموال باهظه؟ لان هاد الناس هادو ميسورين، استطاعوا انهم يوصلوا لهذ الخدمه ديال الرميد عن طريق العرف، لان مادام ميسور عنده العرف، دونك مادام عنده العرف استطاع انه يدي هذه البطاقه. علاش غيدي هذه البطاقه هو بهذا العرف وبهذا التماره وبهذا كذا؟ لان اصلا يمكن ما بغاش يخسر على دوك الفلوس، مثلا طلبوا له 20 مليون على شي عمليه ولا كذا. حنا ما بغيناش شي واحد يمرض منهم ولا شي حاجه، حنا كنعطيو غير امثله، حنا بغينا العالم كامل يصح، حتى شي واحد، حتى دوك الناس اللي كيدمروا المغاربه وكذا، ما اصلا ما فيناش الغل في القلب باش اننا، ولكن كنعطيو غير امثله. هاد العمليه هذه مثلا طلبوا له 40 مليون ولا 100 مليون ولا كاين شي عمليات كبار كيديروا بثمن اللي هو كبير، فكيمشي يدير بالعرف هاد راميد هذا باش يدير ديك العمليه باطل باش ما يخسرش داك العدد ديال الفلوس، ما يخسرهمش. اذا هاد السيد هذا اللي استعمل العرف وكذا وكذا وكذا، راه كلف الخزينه ديال الدوله اموال باهظه. يمكن هذاك اللي عنده بطاقه دراميد راك يقيسوا الرواح ولا ما نعرف شي حاجه كذا. وحتى الناس اللي كيحتاجوا الفلوس باهظه، يعني شي عمليه كبيره ولا شي حاجه، كيقولوا عندك رونديفو من حتى يموت، تيموت عاد كيبقى له 6 شهور ولا 4 شهور الرونديفو، عاد كيدير داك الموعد هذاك ديال السكانير ولا ديال العمليه ولا ديال كذا، وحنا عارفين هذا الشيء في المغرب. ف سي وزير العدل، سي وزير العدل ديما كنذكرو بالخير لانه مذكور بالخير، وزير الصحة سير دير تحقيق وحاسب هاد الناس. إذا كان شي واحد يمشي للحبس يمشي للحبس، إذا كان شي واحد زور شي حاجة يمشي للحبس، إذا كان شي واحد دا شي فلوس يردهم للخزينة ديال الدولة، لأن المواطنين هم أولى بها. فحنا ما محتاجينش تعطينا الإحصائيات 600 ألف كذا، وهذاك النهار ديك العمدة ديال الرباط قالت لك شي 3000 وش حاجه ديال الموظف شاب، ردوا الفلوس ديال المواطنين ديال الشعب، ردوها. كاين مساطير قضائيه وانتم عندكم السلطه، راكم في السلطه، ما كاينش المسؤول الاول على قطاع الصحه في المغرب هو وزير الصحه، ما كاينش عاد شي واحد فوق منك، وبالتالي انت عندك المساطير، عندك القوه، عندك القدره انك تحاسب هاد الناس هادو، سير حاسبهم. بالنسبه للموضوع الاخر ديال اسرائيل بين ألف قوسين وقوس، فإلى عقلتو كنا هضرنا على واحد المواطن مغربي نسيت الاسم ديالو. المهم كان خدام في واحد القناة تلفزيونية فرنسية بي اف ام تي في شي حاجة بحال هكا،
شنو صرالو. هاد السيد هذا كانوا جراو عليه، وفي الاعلام المغربي قالوا بلي ان سبب توقيف هذا المواطن من الاصول المغربيه عن العمل في هذه القناه الفرنسيه هو انتقام الجمهوريه الفرنسيه. كنا كنقولوا ايمانويل ماكرون ها كيفاش كينتقم المغاربه وكذا، وجراو عليه علاش؟ لانه ذكر الصحراء المغربيه. الى عقلتو كنا ناقشنا هذا الموضوع. هذا اليوم كتبان شي حوايج خطيره جدا، كتبان حقائق خطيره جدا، مفادها ان الامر لا يتعلق بموقف معين من الصحراء المغربيه بقدر ما ان الامر اكبر من ذلك بكثير. يا ريت لو كان فقط غير زعما هضر على الصحراء وكذا وكذا. دابا كنهضروا على مخطط كبير جدا ومشروع خطير جدا للتضليل. شكون كديرو؟ طبيعة الحال من غيرها إسرائيل. إسرائيل عندها واحد الشركة عبارة عن مشروع كبير جدا للتضليل على المستوى العالمي، ماشي فقط يعني في كيسميتو في يعني بالنسبة لهذا الشخص هذا. شكون اللي غيكشف الحقيقة ديال هذا المشروع هذا؟ غادي تكشفوا واحد المجموعة ديال الصحفيين Forbidden Stories. هاد الصحفيين هادو اللي ديجا كانوا داروا مجموعة من الأبحاث على المغرب، وكانوا كيقول للمغرب لا علاش درت هذوك الأبحاث وكذا، راك أنت يعني دابا لا دابا هاد المجموعة ديال الصحفيين شكون كينتقدوا؟ كينتقدوا إسرائيل. يعني حنا كنعرفوا مزيان المؤامرة وكذا وكذا، شكون كيقودها؟ كتقودها إسرائيل. وبالتالي مادام أن هاد الناس هادو انتقدوا إسرائيل، فهذا يعني أن هاد الناس هادو يعني ما مدفوعينش من شي وحدين ولا كذا وكذا. هاد الشركة الإسرائيلية غادي يعترف واحد منهم بلي أنهم فعلا كيديروا مجموعة من الحملات ديال التضليل، كي مثلا يقدروا يتلاعبوا في الحسابات في ليمايل، يقدروا يفتحوا حسابات مزورة، يقدروا كذلك يتلاعبوا حتى في العمليات الانتخابية. وفعلا هاد المجموعة ديال الصحفيين 100 صحفي استطاعوا أنهم يوصلوا بلي أن هذه الشركة تلاعبت في عدد كبير من الانتخابات في افريقيا كما كتشوفوا، يعني عدد كبير هذا العدد هذا، وما خفي كان اعظم. بالنسبه للمواطن المغربي اللي مشى ضحيه ديال هذا يعني ديال هذا المخطط ولا ديال هذا المشروع، هو ما كانش عارف اصلا. منين سولوه في ديك الوقيته ديال التحقيق شنو قال لهم؟ قال لهم انا المعطيات اللي قلتها جاتني في اخر لحظه وقلتها، حتى تأكدنا بطبيعة الحال بلي أنها معطيات صحيحة. ممكن نكون ضحية ديال خداع، ممكن نكون يعني في هذا الخداع، ولكن أنا ماشي مساهم فيه، وحتى لو كان كنت عارف ما كنتش غادي يعني نهضر في هذا الأمور هذه. من بين الأمور اللي هضروا فيها، هضروا فيها على مجموعة من الأثرياء الروس، هضروا على الكاميرون، على السودان، هضروا على قطر، هضروا كذلك على الصحراء المغربية. داكشي علاش شافوا بلي أن الأمر يتعلق بحملات تضليلية تقودها يعني هذه الشركة الإسرائيلية، عندها أغراض مثلا موضوع معين، مثلا قطر مادا بها تنشر كما كنتو كتشوفوا مؤخرا، ماشي مؤخرا يعني في الوقيتة ديال المونديال، مجموعة من الصحف الفرنسية قنوات فرنسية شنت حملة مسعورة على قطر، على التنظيم ديال قطر ديال المونديال، كما كتشن على المسلمين وكذا وكذا، شنت واحد الحملة مسعورة جدا. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على موقف معين من واحد العمل غدير واحد الدولة محسوبة على العرب ولا محسوبة على المسلمين كذا كذا. فيظهر ويتضح لأن هذا، وهذا الشيء ماشي غريب باش نكونوا متواضحين، لأن إسرائيل بين قوسين معروفة تاريخيا بلأنها مسيطرة على أجهزة المخابرات، كما كتعرفوا القيمة ديال الموساد على المستوى العالمي ماشي على المستوى المحلي، كذلك القيمة ديال الإعلام، يعني كيفاش كتسيطر إسرائيل على المؤسسات الإعلامية على المستوى العالمي. شفنا في المغرب نماذج ديال صحف مسيطرة عليها إسرائيل، ففي العالم كامل كاين صحف وكاين قنوات تلفزيونية اللي مسيطرة عليها، كتروج لأفكارها وإيديولوجيتها، كتأيد ما تؤيده إسرائيل وكتعارض ما تعارضه إسرائيل، وممنوع تهضر على شي حاجة من غير داك الشيء اللي عطاوك فيه الشارة الخضراء. إلا ما عطاوكش ديك الشارة
ممكنش وممشي من حقك أنك تهضر على هذه المواضيع. للأسف الشديد الضحية كان هذا المواطن اللي هو من الأصول المغربية، يبلغ من العمر 50 سنة بزاف، هو خدام مع هذه القناة التلفزيونية. اكتشفنا لأن الأمر أكبر يعني من موقف ديال الصحراء وكذا وكذا، وإنما الأمر يتعلق بمشروع كما كتشوفوا. عطيتكم مصادر باللغة العربية وباللغة الفرنسية، وحتى ديك باش نوضح الفكرة، هذيك فوربيدن ستوري، ولا نخلوها من بعد باش ما نديش الفيديو طويل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، بارتجوا هذا الشيء وديروا لايك الفيديو، وشكرا لكم.